هذا الشوط ويبدأ بالتواصل ويبدأ بالتحدي، وهو شوطنا الذي يسير، هو الشوط التاسع في انطلاقات الأشواط الصباحية لهذا اليوم، وهنا 14 شوطا في انطلاقات اليوم وهي مخصصة لهذا السن، سن اللقاية، بينما شوطنا الذي يسير هو الشوط التاسع والخاص بالأبكار المحليات إلى صايل من مسافة 5 كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الأعزاء نسير وننطلق ونتابع ماذا يدور من تحدي ومن منافسة قوية وشيقة بين هذه الشعارات المتميزة في انطلاقات اليوم. نبدأ البداية ونسير إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، بينما نحن نسير إلى مقدمة الشوط نشاهد الصدارة هلولة ونشاهد هندسة، هنا تهندس الميدان لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاشتبي من يتواجد على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني شعار الجري هنا يتواجد مع الكدرية يحتل المركز الثاني، وها هو علي بن سالم بالذويب الوهيبي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث هناك تواجد من مشهورة عبيد بن خليفة الخيلي وصل وخذ المركز الثالث في هذه الأثناء. أما المركز الرابع، المركز الرابع نشوف المركز الرابع شعار بن خويتم، ولكن اللي وصلت من خلاله السياد محمد بن حمد بن خويتم العامري. أما المركز الخامس، المركز الخامس وصول من قبل مزنة فيصل بن عبد الهادي الشهواني، هو الآن يتواجد يحتل المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس اسم جميل هنا بن ظبيان من الأسامي العملاقة والأسامي القديمة، هنا يأتي عامر بن راشد البريسي المري يحتل المركز السادس، المركز السابع من الجانب الآخر، والمركز الثامن، المركز الثامن شعار بن عيلان، شعار بن عيلان المهيري الله يرعي ثمار، نشوف هناك عبد الله بن سعيد بن عيلان المهيري يحتل المركز التاسع في هذه الأثناء ليقدم لنا مشعله، مشعله، والمركز العاشر، المركز العاشر، المركز العاشر اللي وصلت من خلاله عجايب حمد بن علي بن بريك المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للأسماء المتقدمة والأسماء المنطلقة في تواصل هذا الشوط، في تلاقي هذا الشوط، في منافسة هذا الشوط المميز والعريق. عودة إلى البداية أيها الحبل الكريم، عودة إلى صدارة هذا الشوط، لا زالت الأمور حتى اللحظة مع الهندسة في هذه اللحظات، هندسة لا زالت في الميدان، هي من تخطط مسار هذا الشوط وتهندس الأداء المميز. هندسة على المركز الأول مقدمة هذا العرض الجميل، سعيد بن مهير بن ساري الاشتبي على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني يحاول هناك الله يا الكدرية واصل على المركز الثاني، تعود عملية أو تعود ملكيته لعلي بن سالم بالذويب الوهيبي، هناك ينطلق ويسير إلى المركز الثاني، المركز الثالث عندك يا الخيالي، في المركز الثالث تصل فيه مشهورة عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي يحتل المركز الثالث، ثلاثية ونجوم لهذا الشوط مشاهدين الكرام، بينما المركز الرابع نشوف المركز الرابع هذه ريمة هلال بن سهيل بن العامري هناك يصل ويحتل المركز الرابع، ولكن هذا بن طرشوم، شعار بن طرشوم يتواجد مع سلهود، سلهود محمد بن صالح بن طرشوم العامري وصل وخذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس وصلت عجايب حمد بن علي بن بريك المري يصل إلى المركز الخامس، والمركز السادس ها هي اللي وصلت مشعل أحمد بن عيلان بن عبد الله المهيري مشاهدين الكرام يصل يحتل المركز السادس ويقرب المسافات ويقرب اللقاءات المميزة الجميلة في لقاء هذا الشوط، بينما المركز السابع، المركز السابع وصول من تواجد شعار بوزايد هنا في هذه اللحظات سمحة وصلت سلطان بن محمد بن سيف المنصوري يحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن شعار بن نايفة، شعار بن نايفة يا سلام صاحب درع ورمز في الوثبة، في الوثبة هاي اللي هذه اللي وصلت، اللي وصلت مزنة فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري يحتل المركز الثامن، بينما المركز التاسع من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء هناك تسلل من خلال تواجد شاهينية سلطان بن سيف بن محمد السويدي، والمركز العاشر هذه اللي وصلت الآن أمامكم هي هواي اللي راشد محمد الخريباني النعيمي. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء النتيجة للمراكز المتقدمة في لقاء هذا الشوط، في لقاء هذا الشوط المميز وشوطنا التاسع وثالث الجولات الصباحية
الصلاحية. ثالث الجولات مشاهدينا الكرام، والكل هنا يأتي، الجماهير الغفيرة تتابع انطلاقات وتحديات هذا المشوار الصباحي، بينما نحن نعود إلى بداية هذا الشوط ونرى ونشاهد التغييرات المستمرة في لقاء هذا الشوط. عودة إلى البداية، الله، شعار بن قناص بدأ الآن يخطف المركز الأول، ها هي صوغة عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي وصل الآن وخذ المركز الأول، خذ صدارة هذا الشوط وتسلل مباشرة إلى الصدارة هلولة، بينما المركز الثاني كذلك اسم جديد، هذه جودة محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. أما المركز الثالث علي بن سالم بالذويب الوهيبي يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء تصل مشعلة اشعلت الناموس احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري، ولكن عوده الى البدايه، عوده الى شعار النعيمي، عوده الى صداره هذا الشوط، ولا يزال النعيمي المتقدم مع هذه الانطلاقه الله يصوغه. عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي على المركز الاول، محاولات من شعار بالعوضي ممثل الساد ممثل الوثي، هناك يتواجد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. اللحظات الأخيرة، المناظر الجميلة، التحدي الأخير، ولكن النعيمي يظل صامد حتى هذه اللحظات، قمرية واصلة، منصور بن ناصر بن علي بن صرود الخيالي يحتل المركز الثاني، ولكن خلاص النعيمي قفل على نتيجة الشوط، قفل على ناموس هذا التحدي. الله يا قمرية، الله يا التحدي، الله يا صوغة عبد الله بن سعيد النعيمي هو صاحب المركز الأول حتى هذه اللحظات. هناك محاولات من قمرية، هناك محاولات من شعارات أخرى، ولكن خلاص صوغة مشاهدين الأعزاء تطير بناموس هذا الشوط، تطير بالتحدي الأول للمحليات الأصائل في هذه الجولة الثالثة في انطلاقات اليوم. تهانينا والناموس عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي على فوز صوغة بالمركز الأول وتحقيق هذا الانتصار هنا في أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي، بينما المركز الثاني تصل فيه قمرية مشاهدين الكرام لمنصور بن ناصر بن علي بن صرود الخيالي، والمركز الثالث هناك كان الحضور والمتابعة قوية من الانطلاقات والتحديات في هذا المسار وهذا التحدي ليصل مشاهدين الأعزاء من خلال التواجد شعار البطين في المركز الثالث. ولكن نعود إلى صوغة، نعود إلى التوقيت الزمني ولحظات الوصول الأخيرة لصوغة عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، 7:49 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لقدمته مشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة. قمرية احتلت المركز الثاني حيث قطعت المسافة في 7:50 و7 أجزاء من الثانية. منصور بن ناصر بن علي بن صرود الخيالي، تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الحضور من منضبيان عامر بن راشد بن سعيد البريصي المري حيث قطعت المسافة في 7:51:09 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار حيث كان الأداء والنتيجة من خلال الانطلاقات والتحديات. هنا مشاهدينا